لان المحكمه دابا كتبرا الاب والبنت كتبرا الام كذلك، لان فاش كانت معها وقع حادث الام اش غدير؟ واخا تديها للطبيب ما عندها ما دير، تقطع صبع ولا تدعي صبع عندها ما دير الام، حيت البنت كتعترف على صبع عندها ما دير. ايوا جاوبوها يا القاطع يا الامهات اللي مع سعاد، جاوبوها يا القاطع اللي كتسمعوا ما كتفهموا. قالت لكم واش تدعي الصبع؟ قولوا ليها شنو دير، واش تدعي الصبع ولا تقطع الصبع؟ ها شنو غادي دير هاد الام؟ مثلا جات عندها بنتها وقالت لها رانا اش درت واش درت بلا ما نتوما دابا كامهات هي القاطع هي اللي كتسنتوا لهاد الخزعبلات هاد صوت المعزه، هي اللي كتصنتوا ليها، دخلنا عليكم بالله نتوما كامهات اللي جاوبوها منكم فيكم. واش خاصها تهز بنتها وديها الطبيب؟ كانت انا ذاك غتكون هي اللي غتزير الاب. بنتي كانت معايا وها كيفاش مشات عندك كان وقع ليها حادث، بنت غتعرف راسها راه ما وقعش ليها شي حاجه غاف غير حادث وكان شي حاجه بسيطه، ما غاديش تقول صافي انا راه مبقايش كي البنات اللي عطى الله عطاه واللي زلق جا على عين قفاه انا خد راحتي. لا انتي كنتي غدي بنتك وغديها للطبيب وغتعرفي داكشي شنو كاين بالضبط، غتعرفي شنو كاين وشنو خاصك ديري الا كان البنت باقي عندها داكشي خفيف يداوى يداوى، الا المهم كنتي غتضمني انتي الحق ديالك وغتضمني بنتك والحقوق ديال بنتك، وكنتي غتعرفي بان بنتك شرفها كيفاش مشى الا كان مشى، غتعرفي بان الا كان مشى ها كيفاش مشى، اولا كانت شي حاجه اخرى من غير هذاك الصباح غتوقفي البيضه في الطاس ولا ماعرفش كيفاش كيقولوا ليها وغادي تحصليه الا كان الاب، غادي تزمطيه ماشي انت قالت لا واش انت حمقه واش انت هبيله صافي ويلي 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 حنا تيقناك اختي شوفي غيرنا صافي كذبتي علينا حنا تيقنا. قالت لك قالت لي لا واش انت حمقه واش انت هبيله، قالت لك انت حمقه وانت هبيله على الاب حيت قلتي لها واش باك. اما اختي كون شديتي بنتك او بجي تسري البوليس اختي ديكلاري وقول لهم بنتي اش واقع لها واش واقع لها وانا بغيت نديها للطبيب وما بغاش تمشي ليا، وشوفي واش غايجيو ديك الساعه معاك يديوها معاك بزز بزز يديوها تشوف شنو جاري ليها. والله الا يا اختي راكي العاقيه القاطع مساكن على منك الضحكي وضحكي اختي وخذي راحتك كملوا كملوا معايا يا البنات وباقي ويلي 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 شوتهم. وسيري قبل ما تخرجي بحال ما هاد الخراجات نصيحه لك، انت قدم مني في اليوتيوب وعندك تاريخ عريق. قبل ما تخرجي بحال هاد الخراجات وتعطي بحال هاد الكلام وهاد المغالطات وسيري سكتي هذيك سعاد هذيك الام المكلومه المظلومه اللي جالسه كتمعشق في الراجل وما بغاش تطلق كتقول ضرتها سيري طلقيني، وانت هاد الهضره اللي كتقولي راه ما خصش تطلقو خصها تطلقو ولا كان شي حاجه اكثر من طلاق ديرها معاه. وقبل ما تخرجي هاد الخراجات نصيحه ليك ولي تنجمي فم هذيك اللي جالسه كتمعشق على بكريشه ها يا ويلي يا اختي شوتك شوف انا غنوريك انا يلا قلت بسم الله في اليوتيوب خليكم اخوتي وكملوا وكملوا فضايح عطاهم الله. المحكمه برأت الاب والبنت كاين التواريخ فوقاش خرجات وكتعيش مع من مع الاب، ومن بعد عاشت واحد المده مع الاب جات زوجة الاب، ومن ديك الساعه البنت وقع لها حادث قبل المحكمه حادث والخبره وكل شيء حادث. ركزوا لي يا خوتي على حادث وركزوا لي على ان البنت قالت ليها وامها عارفه وشاكه والروينه الكحله وصيفطات لي الولاد بربعه، ركزوا لي على ان الام شكات وصيفطات لي البنت باش يكمل عليها، ركزوا لي على انها صيفطات لي الثانيه حتى هي، ركزوا لي على انها صيفطات لي الصغار حتى هما، ركزوا لي وركزوا لي وزيدوا الفضيحه الثالثه ديال الام ويلي ويلي بشخلينا. تيجيو يكحلوا ليها تيعميوها. ماجد عرفتي شنو قالت في التسجيل؟ قالت كانوا كيدخلوا وتيسدوا عليهم وكتسمع ماشي اصوات عاديه كيتكلموا، لا
اصوات جنسيه وتخيلوا معايا كيف ما بغيتوا. عرفتي تخيلوا داك السقف العالي بحال الخبره، عرفتي بحال الخبره، بحال الخبره بحال هكاك. تخيلوا نتوما السقف كيفاش، وبحال المراه مع الراجل مزوجين تيسدوا عليهم، والاصوات الجنسيه، واللي نتوما تخيلوا كيف ما بغيتوا، تخيلوا كيف ما عجبكم. بلا الدوش اللي كيطلع دخل عنده قال لك تحك ليه الدار ويجلسوا في الدوش بشحال، هادشي اعترف عليه بوكريشه باش يرقع حقه، كندخلوا كنخلصوا كنحسبوا الفلوس، هادشي كامل كذوب في كذوب. اللي قالت لك هي فيه كتهدد، كتهدد باش دار داك التسجيل، ولكن راه اعترف، اعترف بوكريشه على فعلا كتدخل تحك لي داري، واعترف بلي كيسدوا عليهم البيت وتيبقاو بساعات. وهادشي راه توضح امام الجلسه مؤخرا، حطاته الاستاذه. واللقطه اللي كدير لهم بصبعها زعما بحال هكا يا بجوج، يعني هكا كتزدي صبعها بجوج، كتقول بان بحال المراه مع راجلها. هو ده اخرك يا اختي، هو ده اخرك، صافي شرملتي البنت، قدتيها، نشرتيها، عطرتيها مزيان، صافي هادشي اللي عندك. ولكن هادشي اللي عندك راه البنت مولفاه عادي، مابقاش كياكل معاها حفظاته وشرباته. يا ويلي ولا ضحكتكم وعلى فضيحتكم. دابا تخيلوا معايا ان الناس القاطع ديالكم ساكن اللي متيقينكم، دابا تخيلوا معايا من بعد الكلام اللي كتقولي انها ما جداش سمعات وقالتها لي وقالته ليها، والام في الاخر حاطه هاد الفيديوهات في اليوتيوب وكتفقس في الضره وكتمعشق مع الراجل. لا حول ولا قوه الا بالله، اللهم ان هذا منكر، منكر ما شفنا مثله، ما شفنا مثله، هذا والله لا منكر. كيفاش ترضاها على راسها بهاد الحاله بحال ما هكا، وهاد الشيء اللي سمعات، وفي الاخر تجري على بناتها وولادها بربعه وتعطيهم لباهم، تولي تجي غير تشوفهم زياره وتمشي، والفضيحه انها كتشوفهم في تتخرج وليداتها للمحلابه، تشوفهم في المحلابه وترجعهم. يا ويلي على فضيحتكم، وكتزيدوا تشرشوا في شهوتكم، في شهوت هاد الام اللي كتنصروها، في شهوت هاد الام اللي كتزيدوا كتفضحوها بفمكم. دابا عاد بالك انك كتدافعي عليها ان البنت وقع ليها داكشي، وفي الاخر هي الام ما عندها ما دير على الصبع، حادث حادث صافي، الماء والشطابه ماشي مشكل، مالهاش بغا يكون كاع اش صبعها، ماشي مشكل، وبحال صبعها بحال حاجه اخرى. مادام الام ما عندهاش اهتمام يعني البنت راه سايبه. ايوا البنت اختي اللي كتقولي راه تاجر فيها باها، البنت كانت كتنقش، خرجاتها امها على سن صغير تنقش، وكانت كتمشي للديور، شكون اللي عرف اش كاين في هذوك الديور، وشكون اللي عرف اشنو كان كيطرى ليها في هذوك الديور اللي كانت تدخل تحني فيهم، شكون عرف، شكون عرف. ايوا دابا نتوما على بالكم على انكم كتزيدوا تنشروا في الغسيل ديال ديك البنت، زعما غنفضحوها، غنفضحوها. كتقولوا بان حنا ما فرحناش بالبراءه، حنا فرحنا بالبراءه، ولا حنا ولا هما فرحنا بالبراءه الاولى، البراءه المره الاولى فرحنا بها، اما هادي عادنا خضره فوق طعام، حنا حسينا بالانتصار شحال هادي، اما دابا غير خضره فوق طعام. ولا عندكم دابا على بالكم ان هادشي دابا كتنتقموا من البنت وتشرشموها وتشوهوها حيت ما قبلاتش بالعرض ديالك على انها تخرج تطلب من القنوات انهم يحبسوا. فهادشي اختي راه الذكرى قديم وحماض وبسال وغياس، جيبي الجديد كيف ما حنا كنجيبو لك كل نهار، كنحط لك مقاطع ديال الام المجرمه، الام الفاسده اللي كيفاش من بعد ما سمعت هذاك الشيء كامل على ولادها، وفي الاخر خرجات كدوز شهر العسل مع الراجل وفي لوطيل، وكتفقص في الضره وشده مع السربيس، والادهى من هذا انها صيفطات لي ولادو، جرات عليه، ومن بعد ما قالت ليها ماجده شدات ماجده وجرات على الولاد. اختي دوزي بخير.